مرة أخرى أرحب بضيفي الشيخ محمود التركستاني وكيل جمعية علماء تركستان الشرقية. شيخ محمود تحية لك من جديد، وفي البداية لو توصف لنا المشهد اليوم في تركستان الشرقية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. صلى الله عليه وسلم. أحييك يا أخي الكريم، أحيي المشاهدين الكرام، السلام عليكم للجميع. وعليكم السلام. بالنسبة للأحداث، يعني طبعا أحداث متتالية وأحداث مؤلمة مع الأسف الشديد، يعني كنا نعاني مثلا من معسكرات ومن عدم التواصل مع الأسرة مثلا. نعم. في الداخل، ومنع كثير من التركستانيين مثلا التنقل فيما بين البلدان أو المناطق في داخل تركستان، طبعا لمن هم خارج المعسكرات أو السجون يعني. ولكن طبعا هذا اشتد أكثر فأكثر كما قلتم في البداية، منذ حوالي 45 يوم، يعني الآن وصلنا إلى 45 يوم. كأننا يعني بعد زيارة شي جين بين الرئيس الصيني زار منطقة تركستان بداية شهر أغسطس الماضي لأيام، والزيارة أصلا لم تعلن إلا بعد مغادرته يعني من المنطقة. وبعد ذلك يعني أقل من أسبوع ربما يعني بدأت هذه القصة يعني أو هذه الحكاية من جديد.